هاي رثاء الماضين من علمائنا من خطبائنا. بسألك يا أبوي ويش الغاية، يلا جرعوا يا عيال، ما يلي به معاكم راية، وين يا برايتي ويا العلام، ما أنا معدود من أهل الشيخ. قال لي يا ابني رايتك تبرى الحرام. اقرأ وياي، ما لك يا ابني معانا رايتين اللي ترى بصاير الباب، ذي العلي الأكبر ولا الجاسم الشاب، ريتك تشوفه ودم نحر الخضاب. عليكم بعدها، ما لك يا ابني معانا، هلا بيك هلا بيك، ها آية اللي ينضرب بها المثال، ذي لابو فاضل وابن خير ريتك تشوفه إلى من حمال، ما إليك يا ابني معانا، ما إلي وياكم راية، ما أقتل. قال لي أنت عليم، أنت سقيم، كامل يحفظ الدين غير ربك أنت، الله يحفظ الدين. أخذت زينب ورجعت، هو قام أنزل ورجع، وإذا بزينب أقبلت من خلف الستار. أكو راية عندك أبو علي من دخرنها، راية من؟ ها إيش قالت إلي عاد؟ قالت بل كان محمد يجي يا حسين أعقد راية ولي ولي، بل كان محمد يجي يا حسين أعقد راية ويل مخيم يا خويا حسين زين خيمته، ذي بني عدنان والأنصار كل من لعلم، راية العظمى حملها أبو الفضل راعي الشيام. اقرأ وياي، وراية محمد في وينه لو بعت من السهم، شي البصر لو جاء عني وسأل عن راية، قوم وعقد لك البيرق وانشر على مخيمي، تدري بمحمد يا خويا في الحرب المجدمي، من سمعها هلت عيونه وصاح الهاشمي. يلا وياك، انا شبيدي على عضيدي شيبتني فرقته، وقال سكتي يا حزينة عنك محمد بعيد، باع خويا السهم مني وحصل الفرصة يا زين. اقرأ وياي، لازم تشوفين جسمي انبضع فوق الصعيد، وويلاه ابو الفضل فوق الشريعة معفرين جنازته. طمنا اكثر ابو علي، عقدت الراية؟ راية من؟ اخوك محمد بالمدينة، خاف اجي. قال لا يا زينب، هذه مو راية محمد،